بمشاركة أكثر من 1600 جهة ودار نشر يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية، من بينها عدد من دور النشر الكويتية، حيث تحرص الكويت على المشاركة سنوياً في معرض الشارقة الدولي للكتاب لما له من أهمية على المستويين العربي والعالمي، لذا يحظى بمشاركة عدد كبير من أشهر دور النشر في الوطن العربي والعالم. طبعاً تحرص الدور النشر الكويتية بشكل عام مشاركة معرض الشارقة الأهمية الكبرى لهذا المعرض يعني، واحنا بدورنا دار سما يعني بما ان عمرنا يعتبر يعني من 2013 بدت هذه الدار، لان من 2013 الى هذا اليوم كل سنه نحرص على المشاركه وكل سنه في شيء جديد طبعا احنا نقدمه عن طريق هذا المعرض. تتنوع مجالات الكتب التي تعرضها المؤسسات والجهات الكويتية المشاركة في المعرض، والتي تعكس ثقل الكويت الثقافي وغزارة إنتاجها الأدبي، لا سيما في مجالات الرواية والأدب، حيث يعتبر المعرض فرصة ثمينة لتعريف الزوار بأهمية الكويت كواجهة للثقافة العربية بالمنطقة. وتشارك الكويت في المعرض بجهات عدة، منها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة للأوقاف، إضافة إلى دور نشر خاصة من بينها دار سما للتوزيع والنشر ودار سعاد الصباح للنشر والتوزيع ومكتبة ذات السلاسل ومكتبة أفاق. طبعا راح يكون في عندنا السنة هذه إصدار جديد اسمه تاريخ الإمارات المصور، كتاب يحتوي على صور حصرية ضمن هالكتاب هذا عن تاريخ الإمارات، صور شيوخنا طبعا الله يحفظهم، كل ما يتعلق بالإمارات أو حتى المراحل اللي مرت فيها طبعا، فكلها موثقة ضمن هذا الكتاب. في عندنا بعد راح يكون كتاب مميز اللي هو المرحوم أحمد ديدات الله يرحمه، هذا يعتبر الكتاب الأول عربيا أو حتى ممكن عالميا يكتب عنا باللغة العربية الأستاذ محمد خميس، بالإضافة يعني كتب المميز عندنا اللي هو الأستاذ فهد البشارة. المشاركة الكويتية تؤكد على العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين الإمارات والكويت، حيث يحظى المشروع الثقافي الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بفخر وإعجاب المثقفين الكويتيين على مختلف اهتماماتهم.